حلقة النهاردة عرفك طريقة مهمة جدا، لو جهاز الكمبيوتر بتاعك بطيء أو الويندوز بدأ يبقى تقيل معاك ما تقلقش. حلقة النهاردة هتعرفك ازاي تتعامل مع الويندوز وتخليه ينظف نفسه بنفسه وكمان يبقى سريع وجاهز كل مرة في انتظارك علشان تقدم لك خدمة كده زي ما بنقول عليها خدمة وستيك. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا، معكم محمد جمال ودي قناة الحرف. بصوا يا شباب، علشان ما نطولش على بعض كتير، يعني أنا زي ما قلت لك في الفيديو ده أعلمك طريقة أو خدعة في ويندوز 10 تخليك تقدر تخلي الويندوز يتعامل مع الملفات وينظف نفسه ويبقى جاهز وفي انتظارك كل مرة بأقصى سرعة ليه، والطريقة دي فعلا أفادتني كتير وخلتني أستغنى عن برامج تنظيف كتير جدا. فتابع مع الفيديو ده باهتمام وركز في الفيديو علشان الطريقة دي مش سهلة ومش صعبة لكن سهل عليك انت بطل. الطريقة اللي هنتكلم عنها النهاردة يا شباب سهلة وفعالة جدا وهتخلي ويندوز 10 يبقى من الويندوزات المفضلة عندك، وكمان هتقدر تخلي ويندوز 10 بتاعك يتعامل مع الملفات زي ما قلنا وينظف الملفات ويبقى في أقصى سرعة عليه كل مرة بتستخدمه، والكلام ده كله بشكل تلقائي يعني بدون تدخل منك خالص، هي الطريقة تتعمل مرة واحدة والويندوز بيبقى فاهم الموضوع وبيعمله بعد كده. كتير جدا من الأوقات اللي انت بتلاقي فيها ويندوز 10 بدأ يموت، بتلاقي ويندوز 10 بدأ يبقى تقيل جدا، والسبب في كل ده حاجة تافهة جدا وهي البرامج والملفات اللي انت مبقتش بتستخدمها، والبرامج بتحدلك أكتر ملفات انت في غنى عنها. الملفات دي كلها بتعمل تقل جامد جدا في الويندوز، بتعمل لايك في معظم الوقت، بتخلي الويندوز بطيء، بتخلي الويندوز بيموت، فالموضوع بيبقى رخم. وعلشان الموضوع رخم انا جايلك النهاردة، جايلك عشان اقولك ما تقلقش، الموضوع هيبقى بسيط وسلس ان شاء الله، بس تابع مع الفيديو علشان تبقى انت في الصورة. بصراحة الملفات اللي بيتم تخزينها معظم الوقت بتبقى لا تسمر ولا تغني من جوع. بالمختصر المفيد، الملفات دي الفايدة الوحيدة اللي هي بتعملها ان هي بتخلي الويندوز بطيء، بالمختصر ان هي بتسرع لك شويه من البرامج اللي انت بتستخدمها، لكن بتحس ان الويندوز بشكل كامل ميت، فالبرامج السرعه اللي هي زادتها بتقل قدها 100 مره بسبب ضعف الويندوز في التعامل معاها. فالحل سهل، الحل اللي احنا هنكمل الفيديو ده للاخر، وانا عارف ان انا بزود في كلمه هنكمل الفيديو لكن علشان معظمكم بيطلع من الفيديو في اول فتره كده واحنا عايزين نكمل الفيديو علشان الطريقه في اخر الفيديو، بس مش هقول لك فين في الاخر بصراحه، ولا هعمل لك شرايط كده ان انت تعرف فين الطريقه علشان تكمل معايا الفيديو، لان اللي انا هقوله اهم من الطريقه نفسها. الحل ايه يا عم محمد؟ الحل اللي انت كل مره بتقوم حضرتك كده بتنظيف الويندوز بتاعك وبتشيل كل الملفات اللي ملهاش لازمه، صح؟ لا غلط. الطريقه دي مجديه وهتلاقي السرعه بتختلف. ممكن ناس تانية بتروح لبرامج مثلا زي برامج كتير جدا بتنظف لك الويندوز، وهنذكر بعضها في الاخر، البرامج دي برضو خير مثال ان هي بتسرع الويندوز، بس برضو مش ده الحل المناسب. امال ايه يا محمد الحل المناسب؟ الحل المناسب يا باشا ان الويندوز هو اللي ينظف نفسه، لان الويندوز اضرب نفسه. مش هروح اجيب برنامج مثلا يشيل لي زي ما حصلت معايا قبل كده، شال لي كل قائمه الفيفوريت بتاعه كروم، فكنت هتشل القايمه دي، انا قعدت اجمع فيها المواقع اللي انا كنت حاططها عندي في المفضل، قعدت اجمع فيها كتير جدا، ففجاه بخ مفيش اي حاجه، وكمان الايميل بتاعي كمان اتمسحوا من عليه، فانا ما قدرتش ان انا اوصل لمعظم المواقع دي، وكانت مشكله كبيره جدا بالنسبه لي. فمش هروح لبرنامج بالشكل ده. لما بقى ويندوز بينظف نفسه بنفسه بيتفادى كل الاخطاء اللي انت ممكن تقع فيها كمستخدم عادي. بالمختصر يا بطل، الحته اللي جايه دي هشرح لك بقى في الفيديو الطريقه اللي احنا بنتكلم عليها. الطريقه دي مش هنعتمد فيها على اي برامج، بالعكس هنعتمد فيها على نظام ويندوز نفسه، واوعدك ان انت تشكرني على الطريقه دي لانها فعاله وفعاله جدا جدا جدا. لكن تعرف بقى لو معاك اس اس دي هتبقى الطريقه دي خرافيه، هتخش انت في ليفل الوحش. وسبق وشرحنا ارخص اس اس دي على القناه، وقلت لك حول لي جهازي بالكامل لحاجه خياليه، وخلاني بقيت بحب استخدم ويندوز من تاني بصراحه.
بعد ما تطبق الشرح اللي انت شفته في الفيديو اللي فات هتبقى انت كده عطيت من الاخر لويندوز امر وامر واجب التنفيذ ان ويندوز هيتخلص من كل الملفات اللي ملهاش اي علاقة بيك. بمعنى صح ويندوز كده هيقوم بالتخلص من اي ملف بيبطئ نظام ويندوز. وبالمختصر ده حاجة حلوة على فكرة لو انت متعرفش يعني ان الحاجات دي زي ما قلنا وحشة وبطئ الجهاز وحاجة زي الزفت اساسي. طبعا محمد انا ما لقيتش الاختيارات اللي انت عملتها للأسف، او بستخدم ويندوز 7 او ويندوز 10 مثلا بس التحديث او الابديت اللي انت قلت عليه مش متوفر عندي فالنقطة دي مش متوفرة. كده الموضوع باظ؟ لا يا بطل، انا قلت لك انا جاي احل لك الموضوع من الاخر. كده انت ممكن بقى تستعين ببرنامج زي سي كلينر، والبرنامج ده انا شايفه بصراحة عملاق، لكن هو نفس البرنامج اللي عمل معايا حركة النقص بتاعت الفافورت بار بتاعتي، فعلشان كده خليك حذر مع التعامل مع سي كلينر بصراحة لانه في ساعات كده بيهبل. بس طبعا انت مش هتحتاج، انت راجل اكيد بتستخدم ويندوز 10 يعني مش هتشوفني من ويندوز 7 او فيستا او اكس بي يعني، لكن اوعدك ان ده افضل مليون بل مليار مرة من اي برنامج تاني. فخلينا واقعيين يا شباب، البرنامج اللي احنا اتكلمنا عنه النهاردة مش بفاعلية الطريقة ان الويندوز هو اللي ينظف نفسه، الويندوز لما بيعمل تنظيف لنفسه بيبقى افضل وافضل بمراحل، وعلشان كده انا شرحت الطريقة دي. لحد ان الفيديو خلص ما تنساش تدعمنا بلايك شير سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان تشوفنا الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.